حبيت نهدر حاجة في قلبي. دا سيراز ألاخ، مش كي نسنبي ونحط لي فيديو ونضحك وميتة بالسعادة تسمى دكا والصحة. إنسان كي يفشل وكي يتعب في حياته وكي يتقاس، ما لازمش ديما يبقى طايح. نو وما كي نشوف مع روحي في المراية، ما أكون عادلة روحي زاهية ده نقدر نواجه مش كاين. أما بالنسبة للضحك وده كل هذا كل مجرد إني نخبي في الجرح اللي عندي، بس كي توحشت شراز لدرجة كبيرة 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 كبيرة، دريت في فراقها، دريت تعبت، حسيت بالفيت تاعها، حسيت بالحاجة اللي إنه كي بعدت عليا شراز كلش ما صار، ما كاين والو، حتى حاجة ما تستاهل. يا رب يا ربي هيك انت تعلم مش كاين في قلبي. يا ربي يا الكريم اني ما نسيتهاش وما ننساهاش وتبقى هنا وتبقى في قلبي. ونحبكم انتم ما كنت عارفة على الحاجة دي، بس كي حيروني الناس اللي يقولوا لي مش نسيتي شراس يبا، يا نسيت شراس، يا يما خيتي، يا يما شكون ننسى، ننسى قطعة من روحي، روحي راحت لسنا فيها ترجع.